Assalamu alaikum wa rahmatullah. Surah Al-Qaria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.